الو، هذا الحارس، هذا الحكم، هذا الحكم تعدى علينا البارح. فهذا رمضان هذا كنقول الله ياخذ فيه الحق. هذا الحكم جاي بنيه مبيته، يعني الا حسبنا على الاقل واحد 11 كفره اللي حيد لنا غمض عينيه، وعلى الاقل واحد 7 الكفرات اللي كانوا اللعابه ديال بني منال كيستحقوا عليهم انذار، ما عطاش انذار. لو ان عطى دوك الانذارات على الاقل، على الاقل بني منال غتسالي الماتش ب 10 اللاعبين على الاقل. التشكيله راك شفتوا الاكثريه الشباب مزيان، الاخطاء هما دابا غندوزهم لكم تقريبا واقيلا متابعين. هذه خطا واضح ضد احداد، راه عطبوا هذاك خينا، يعني مشى عفط عليه ياك. انذار ما كاينش. الثاني ديما احداد تابعوا هاد القلع، هذا كان ديما تابعوا كيسلخ فيه، هذا ايت الدرهم والمعطي سميتو، كان كيلعب معاه واحد الوقيته كيلعب في الكوكب. هاد الدرهم هذا كان سالخ البارح قدام الحكم، ديما جميع الاخطاء اللي ترتكبات واللي تستاهل انذار كلهم كانوا امام اعين الحكم. ما نقولوش بانه كانت بعيده عليه العمليه وما شافهاش، كلهم شوف ياك وصلنا لجوج عمليات دابا. هاد التالت جوج تلاقاو عليه، لان كان دو اوبيت، عطوه كره، عطاه ديال حركات تنعقد، جا بغى يمشي ليها خلطوه كاملين وقدام الحكم هو كيشوف. هادي راه ما عطاش فيها حتى كفره، ما عطاهاش حتى كفره، ما عطاهاش ما بالك في انذار. دابا هادي التالت الاخر، ها الرابع ديال الهبطي، الهبطي هذا شاد شمو، يعني ديك الكره اللي دار ليها هكا فانتا ومشى ليه الجهه الاخرى، يعني دار ليها هكا لاحو ولا كفره، لا كفره لا انذار بجوج. شحال وصلنا؟ اربعه. خمسه معروفه في الكره هذه، سيزو كتسمى تدخل بتهور. سيزو في الكاري مع لاعب اللي غادي براسو، وماشي زعما ماشي زعما لاعب غفلو، هذا كان عاطي بوجهه، كان عاطي بوجهه اللاعب، وعارف ان اللاعب ديال الرجاء راه عاودوا اللقطه وسيروا سميتو اللقطه، غتلقاو بانه هذاك اللاعب اللي ضرب هذاك السيزو شاف اللاعب ديال الرجاء غادي براسو الكره، شافو ودار هكا وقلب، يعني هذه فيها انذار بدون مناقشه. دائما الحكم واقف وكيطلع عليها، شتي راه كيدقق. نفس المساله، ما كاينش بينالتي، ما كاينش انذار نهائي. شحال وصلنا؟ خمسه ياك. هذه ديال سيسو تنظن احنا كملنا، هادو هما اللي كاينين. نشوفوا دابا الاخوان، مرحبا. فهاد الشيء اللي كاين، كنتمنى انه حيت واحد القضيه انا ما بقيتش كاع بغي نقول للمكتب انه يحتاج على هذا الحكم، لان المكتب هو فقدت فيه الثقه انا بعدا، وفقدت فيه الامان، وما بقيتش معول عليه انه يحتاج، لانه هاد الناس ما قادينش. هاد الناس بغي يسلكوا الكارير ديالهم، بغي يدوا الكارير ديالهم في الماتش، فكيفاش غنتظروا منهم حنا غيدافعوا على الماتش وغيشكيوا للجامعه؟ مثال لو ان تشد فيديو وتشد شريط وتقطع دوك اللقطات وتجمعهم اللي دار الحكم، راه ما يمكنش شي واحد في هذه اللجنه ديال التحكيم ما يقتنعش بانه هاد السيده تعدى على الراجل. راه كان غادي يقصي الراجل، راه كون ما جاوبش الله هذاك البيت في اخر دقيقه، الدقيقه 90، كون ما جاوبش الله هذاك البيت. مع العلم ان الحكم شحال عطى؟ عطى 3 دقائق، و3 دقائق كون في الدقيقه 90 بقات لك 3 دقائق غاتماركي فيهم. كون ما جاوبش الله هذاك الولد حال كاس، الله يطول عمره اللي عتقنا، يعني شنو هو؟ غنوليو احنا ضيعنا شكون؟ كراس الحكم. على الاقل كانوا جوج غيطردوا على الاقل في دونك. نشوفوا الاخوان اللي هما